قال رجل لمولانا الإمام الصادق عليه السلام عم بقول له أنا عندي جيران ولهم جوار يعني ظهر عندهم خدم وبحبوا بس يخلصوا شغلهم عصرية يقعدوا يغنوا نيحة هذه أنه والله جيرانهم عاملين فرقة موسيقية بجمعوا بعض بقول له إن لي جيرانا عندهم جواري يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت انا وفايت بسمعهم عم بيغنوا وبسمعهم عم بدقوا موسيقى وكذا يتغنينا ويضربنا بالعود فربما دخلت فاطيل الجلوس استماعا مني لهن لا لا الامام الصادق بيقول له ابدا حلوه هذه والله انا ميري وسمعت طرب وغناء ورأس وكذا بيوقف قال بيستأنس صاحبنا الإمام الصادق عليه السلام بيقول له لا تلاهي أنت اما سمعت الله يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا كيف تعمل هيك انت <applause>